مستمرين معاكم من جديد في استوديو السلاطين، جاء موعدكم اليومي مع يمكن جولتنا في صحيفة الوطن وبالتحديد في قسم حياة الوطن من صحيفة الوطن، ومعانا الأستاذ محمد الفهيد من أبها رئيس قسم حياة الوطن. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. ألو. نعم معنا على الهواء. هلا فيك. هلا والله مرحبا. تمام كيف الحال؟ الله يسلمك إن شاء الله. كيف المباريات معك اليوم؟ تابع المباريات ولا؟ يعني ها ها شكلنا شكله في نص المباراة في الحماس. لا لا إذا سمعت المعلق يعني صاح كذا ويعني ها. مع مين طيب أهم شيء؟ والله لاني اتحادي ولا أهلالي صراحة. أجل. يعني ها شجع واحد من فرق جدة يعني. واحد من فرق جدة الأهلي. ما بقى أحد. بس مع مين طيب اليوم يعني مع مين في المباراة؟ والله ما أنا مع الكرة الحلوة مع ومين اللي كرة حلوة اليوم طيب؟ والله يبدو لي فيما يبدو لي إنه الهلال يعني عامل شغل يعني. اليوم عاملين شغل. أينا. طيب خلنا نرجع نتكلم دالحين عن حياة الوطن وعن صحيفة الوطن. اليوم في مجموعة من المواضيع المميزة وفي تحقيق كمان كان مميز قسم حياة الوطن، لو تطلع لنا على أهم الأشياء. إيش حب نتكلم فيه يعني؟ تبغى تقارير اجتماعية ولا تقارير فنية؟ تقريبا الفنية. كان في تحقيق عن تجسيد رموز الدين فنيا. جدل يتجدد. لو تعطينا أكثر تفصيل يعني عن هذا التقرير، مع انتشار مسلسلات يعني كثيرة تناقش السيرة الذاتية وخصوصا رموز دينية، يعني كان حساس بالنسبة لنا نحن نشوفهم في الدراما. مؤخرا شفنا مسلسل عمر، يمكن كان في جدل كبير من ناحية عرض المسلسل أو عدم عرض المسلسل، كان يعني حرب صارت على المسلسل. شوف سلطان، أنت ركز على الحقبة ما بين مثلا الوقت اللي ظهر فيه المخرج الراحل مصطفى العقاد وركز على الوقت الحالي. يعني خلينا نقول قبل سنتين او ثلاث سنوات. ولاحظ انت يعني في الدراما العربية بدأ يظهر من خلال انه هناك يعني اعمال فارسية يعني ايرانية ظهرت في الفترة الأخيرة، كانت تستعرض بعض سير الأنبياء وجسدت أكثر من نبي، كان من ضمنهم النبي يوسف، النبي موسى. صحيح. النبي سليمان. عدة أفلام ظهرت في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة من إنتاج إيران. هذا انعكس على عدد من المخرجين في العالم العربي اللي قالوا ما هو يعني مثلا سألوا أنفسهم ما هو المانع لعدم مثلا تجسيد اعمال لتجسيد رموز دينيه مثلا في العالم العربي. طبعا هذا صادم مع راي التيار الديني في عدد من الدول. طبعا هو راي معارض جدا ما يحدث. وتلاحظ مثلا في فيلم الرساله للعقاد كان الرموز الدينيه اللي موجوده فيه غير ظاهره. صحيح. وحتى لا صحيح، كنت بقول لك حتى في الأعمال الإيرانية في المسلسل حق إذا ماني غلطان مريم على المخرجين في الفترة السابقة، يعني خلينا نقول قبل 10 سنوات أو 15 سنة ما كانوا يجازفون في هذا الجانب، وما كانوا يدخلون في متاهات تجسيد الأنبياء أو الصحابة، خاصة مع طبعا وجهة النظر الدينية يعني سواء كان في المملكة وكان في الأزهر الشريف، يعني كلها رفض تام لهذه الفكرة. وطبعا آخر شيء يعني اللي هو مسلسل عمر، طبعا تم إثارة ضجة كبيرة جدا على المسلسل، ولكن في النهاية يعني عرض المسلسل زي ما عرضت مسلسلات أخرى يعني، وما كان فيه تأثير حتى لمسألة أنه تم يعني يتم منع المسلسل خاصة في القنوات الخاصة، يعني ما أعتقد في تلفزيون حكومي يقدر أن يبث مثل هذا المسلسل. أنا في تلفزيون قطر أظن تبنى المشروع، يعني هو مع مجموعة تلفزيون خاص أيضا تبنوا يمكن الموضوع هذا، موضوع مسلسل عمر. طب أنت تشوف أن في النهاية بعد ما انعرض المسلسل تشوف الأصداء كانت
مؤيدة ولا معارضة بعد العرض؟ طبعا قبل العرض كانت كنا نشوف نسمع أصوات كثيرة معارضة. لا ما زال التيار المعارض حتى بعد المسلسل مستمر يعني. بس في سمعنا كثير يعني عارف رمضان كنا نسمع حتى متصلين على الراديو كانوا يقولون إن كنا ضد المسلسل وبس شفنا تغيرت وجهة نظرنا وتغيرت وجهة نظر. أنت تشوف كم النسبة تقريبا تقدر تقول اللي مؤيدة واللي معارضة؟ الغالبية مؤيدة. أنا أعتقد إن في الوقت الحالي يعني من نسبة الشباب، أنا أتكلم عن نسبة الشباب اللي كانوا يتابعون، يعني أعتقد إن 70% كانوا منهم مؤيدين لهذا العمل. بس في النهاية لابد أن تنظر للجانب الآخر اللي يتكلم عنه رجال الدين، لأنهم ذكروا في الكلام يعني طلعت يعني عدة برامج تكلمت عن الموضوع وذكروا أنه كيف تلتصق شخصية تاريخية بشخصية ممثل شخصية إسلامية وشخصية عظيمة جدا بالنسبة للمسلمين، وكيف تلتصق هذه الشخصية بممثل لا يعرف من هو وكيف يعني ممكن يعني هذه عدد من المبررات اللي طلعت يعني بعدها ترى أثرت يعني في هذا الجانب. في في نص التحقيق يعني اللي مكتوب اللي كتبه طاهر بخش يقول يعني الشيخ الدكتور عبد العزيز العسكر يقول أنا أميل إلى القول بتحريم التمثيل جملة وتفصيلة. يعني في كمان اعتراض على موضوع التمثيل بشكل عام، يمكن هذول يمكن هذا موضوع ثاني بالمرة يمكن خارج ال خارج هو يمكن هو أدلى بدلوة فيما يخص التمثيل يعني أصلا يرى أن التمثيل حرام. عاد هنا وصلنا لموضوع ثاني سوي حلقة ثانية عن هذا التمثيل. طبعا أفتى بهذا الشيء يعني، وأنت لاحظ يعني حتى الحركة الفنية في مصر الحين مع الصراع يعني مع وصول إخواني للسلطة، أنت لاحظ الحين عدد القضايا المطبوعة على أهل الفن في المحاكم. وانا اعتقد يعني الناس صارت واعيه وعقولها يعني مفتحه، ما يعني ان في النهايه قلبك يدلك يمكن على الصحيح. خليني اكون واقعي معك وخليني انا اتكلم بصراحه وبشفافيه، انه هناك تيارين جالسين يشتغلون في العالم الاسلامي وفي العالم العربي بالتحديد. التيارين هذولا في كل الدول موجوده التيارات هذه، في تيار يميل إلى الانفتاح إلى استخدام الفن كوسيلة ثقافية وحضارية، في تيار ثاني مضاد تماما لهذا التيار، وهذا اللي ينعكس في على حياة الناس في كل شيء، سواء على مستوى الدراما سواء على مستوى القضايا الاجتماعية الخاصة بالناس. زي ما قلت لك الجدل يستمر مهما كان، مدام في وجهة نظر دينية رافضة لابد أن يكون فيها ناس جدل. بس خليني أنتقل الموضوع يعني ما قاطعك، بس خليني أنتقل الموضوع الفيلم الجديد. صحيح، أنا كنت أبغى أسألك عنه اليوم، كان لك نشرة نقدية عن تشويه الإسلام واستمرار تشويه الإسلام من خلال أفلام مسيئة جديدة، وأظن في فيلم جديد. إيش قصة الفيلم الجديد رح ينزل على اليوتيوب وسوى ضجة، إيش القصة؟ طبعا هو الفيلم الجديد بعنوان النبي البريء، لو تلاحظ انه اسم الفيلم قريب جدا من اسم الفيلم السابق، الفيلم الامريكي اللي طبعا كان من انتاج رجل مصري امريكي من اصل مصري. ايه من اصل مصري طبعا هو امريكي، وكان في تشابه ما بين النبي البريء وما بين براءة المسلمين يعني من ناحية. فهو استوحى الفكرة يعني، وشخص يقال انه شاب باكستاني كان على ديانة الاسلام ثم تركها ويعيش في اسبانيا، وانه يحاول ان يصور او مثلا يحاول ان يتكلم في هذا الفيلم عن التطرف الاسلامي البحث ومحاولة إيذاء الآخرين باستخدام طبعا يعني بعض الصور وبعض الفيدباك يعني عن 11 سبتمبر وكذا، وبعض الهجمات الإرهابية اللي تمت في الفترات السابقة يعني السنوات الماضية. طبعا أنا تكلمت عن الموضوع أو ركزت على موضوع أنه أصبح تشويه الإسلام موضة بالنسبة للغرب، يعني يمكن هم استغلوا كلمة الإرهاب وتصرف كلمة الإرهاب بالإسلام، وهذا شيء غير صحيح. وأعتقد يعني إنه كافة الحكومات في الغرب، كافة وزارات الثقافة في هذه الدول، كافة وزارات الإعلام تعرف جيدا ما هو
ايش الاسلام. بس انا احس شوي خليني اوضح لك الفكره. انها تعرف الاسلام جيدا، تعرف ايش بني الاسلام عليه، وتعرف ان دين الاسلام دين سماحه، ودين فيه كثير من القيم الرائعه جدا. استغلال مساله انه والله متطرفين ظهروا من هذا الدين، ويعني ارتكبوا عده جرائم لا علاقه لها بالاسلام ولا بالاسلام المسلمين ولا بالشعوب الاسلاميه، ومحاوله انه تجسد فكره انه الاسلام دين متطرف ودين يعني مشوه من الداخل، هذا الكلام غير صحيح. الدليل على ذلك انه بلجيكا، وقبلها امريكا، وقبلها برضو بريطانيا، سمحت لكثير من الاعمال الاعلاميه. طبعا انت تعرف الغرب يستخدم الاعلام كورقه يعني لتمرير ما يريد الى العالم يعني. والدليل على ذلك يعني يشوف الاعلام كيف يتعاطى، الاعلام الغربي كيف يتعاطى مع القضيه الفلسطينيه وقضيه يعني كل شيء يعني في النهايه اللي يظهرون اللي يبون يظهرونه، ولان الاعلام كمان يقدر يتحكم في وجهه نظر الناس. انا بسال سؤال يعني بسال سؤال الحين بلجيكا الحين هي راح يعني قررت انها ترفع يعني درجه الانذار الارهابي من 0 إلى 3 على سلم من 4 درجات، لانها تتحسب انه في هناك راح يكون في اضطرابات في 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 بلجيكا، على اساس الفيلم هذا راح يبث في الاسبوع الجاي. اوكي، انا بسال بلجيكا سؤال واحد. هل تسمح بلجيكا نفسها، هل تسمح الحكومه البلجيكيه، وزاره الاعلام، اي جهه مسؤوله في بلجيكا انها تبث فيلم عن او يبث فيلم مثلا عن بلجيكا في اي دوله قريبه منها او اي دوله بعيده عنها، يسيء لابسط رموزها كمثلا يعني من يستلم سده الحكم؟ بس هم يمكن ياخذون ان الدين فيه حريه تعبير، يعني ان انت حر في النهايه تعبر. بس انا اللي يمكن ما الوم بلجيكا ولا الوم العالم، انا دائما تصوري ان ما الوم الناس. يعني إذا أنت مثلا منت قادر تظهر صورة إيجابية عن، منت قادر لا تطلع صورة إيجابية، لا إعلامك يطلع صورة إيجابية عنك، ولا أنت جالس تستغل سلطتك المادية المالية، ولا ذكرت الكلام هذا في أيوة يعني ولا شيء. نفس كلامك تقريبا اللي أنت يعني إحنا لا استغلينا الموضوع ذا، وفوق ذا وذا إحنا جالسين نسوق لهذه الأعمال. يعني صار بالعكس، كل واحد بيشتهر الحين زي ما أنت تقول، أي واحد بيشتهر ولا شيء، صور فيلم يعني الاسلام يعني المسلمين يعني انهم ارهابيين يا كذا. خذ ابسط مثال، احنا تكلمنا قبل شوي عن مسلسل عمر. تم ترجمه هذا المسلسل الى عده لغات وانتشر. طيب اوكي، الشركه المنتجه للمسلسل ليش ما ترجمته الى الانجليزيه وحاولت انها تبثه مثلا في اي دوله، في مثلا في امريكا ولا في بريطانيا او في عدد من الدول الاجنبيه يعني اللي المفروض نحسن صورتنا. وظفت هذا المسلسل لتجسيد او لتصحيح الصوره عن الاسلام، واظهار الاسلام بصورته الحقيقيه. بدل ما نركز في استعراض حياة أحد الصحابة، نتكلم عن الإسلام بشكل عام وتكون الرسالة الموجهة فيه موجهة للعالم الأجنبي أكثر، مش أكثر من التفاصيل اللي للعالم العربي. صح. وأنا أعتقد أن التيار الديني اللي موجود في الدول العربية لو أسس هذا المسلسل على هذا الأساس كان يعني ما أعتقد أنه راح يكون في جدل ولا راح يكون في خلاف. صح. طالما أن هناك مهمة ورسالة لهذا المسلسل أو العمل الدرامي أو أي عمل سينمائي قادم، أنا أتوقع أنهم ما راح يختلفون معنا فيه، ولا راح يوقفون مثلا أو يدعون إلى أو يطالبون بإيقافه. فزي ما قلت لك يعني أنه لابد أن يكون هناك يعني نتحمل حنا جزء من مسؤوليتنا حنا فشلنا يعني فشل ذريع ان احنا نعطي صوره حقيقيه عن انفسنا لدى الغرب او لدى الشرق في اي شيء يعني. ولذلك احنا نتهم بالتطرف. ليه؟ لان احنا نبدي رده فعل تجاه ما يحدث. ورده فعلنا شوي فيها مبالغه يعني. طبعا انت لاحظ لما بث الفيلم الامريكي براءه المسلمين على اليوتيوب،
شوف كيف كانت موجات الاحتجاج في العالم الإسلامي، وسوى ضجة للفيلم وحقق نسبة مشاهدة خرافية من وراء الموضوع ده. كان في عنف يعني. أنت مثلا بالحين لو 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 أسألك سؤال يعني سلطان، قلت لك الهجوم اللي تم مثلا على على السفارة الأمريكية في ليبيا، في ليبيا صح، وسحبوا السفير يعني إيش ذنب السفير في النهاية؟ لا لا يعني في تقارير ظهرت بعدين، وتقارير يعني استخباراتية على مستوى عالي ظهرت وقالت إنه 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 الهجوم هذا كان مدبر قبل ظهور الفيلم. يعني برضو هذه أثارت جدل إنه كيف يعني هو كمان يمكن الناس كمان أخذين الموضوع هذا يمكن حتى الحكومة حتى الحكومة الأمريكية مثلاً استغلت ظهور هذا الفيلم من الطاقة الثمة عشان يأكدون الكلام اللي الناس تسمع عن الموضوع. أيوة مع أنه في تقارير استخباراتية ظهرت وقالت يعني في التقارير هذه أنه الهجوم هذا كان مدبر قبل ظهور الفيلم بأسابيع. تخيل فلما ظهر الفيلم في الوقت اللي تم فيه الهجوم كان الفيلم ظهر على الإنترنت، اتهموا هؤلاء المتطرفين اللي هاجموا السفارة أنهم هاجموها لسبب فيلم مسيء للإسلام ظهر على الإنترنت كده. شوف الى درجتين يعني. حلو. طيب على العموم موعدنا يمكن يتجدد ان شاء الله بكره، استاذ محمد الفهيد رئيس قسم حياه الوطن في جريده الوطن، بكره ان شاء الله نوعدكم باخبار كمان اقوى في هذا القسم المميز الصراحه الاقرب الى قلبي في صحيفه الوطن. اشكرك استاذ محمد وتصبح على خير بدري. تصبح على خير وشكر لك. ومين اللي فاز في النهايه؟ الهلال فاز ولا؟ والله ما ادري، انا صراحه تركت المباراه على اساس اتفرغ لك يعني. 2-1 النتيجه. يلا توفيق للفايز. شكرا لك استاذ محمد، يا هلا فيك.